ونظرا لذلك يا فندم قررت إدارة المكان اللي هو أنا وبابا أي خدمة هتحصل عليها هنا هيبقى بمقابل مادي. يا ماما اللي أنت بتقوليه ده، أنتوا عايزين تحاسبوني على الأكل في بيتي؟ لو عندك مشكلة يا فندم أو أي اعتراض ممكن عندها لك صاحب المكان يا بابا. أوبس سوري مستر حسين. أيوة يا فندم. إيه المشكلة يا فندم؟ خير؟ إيه المشكلة يا فندم؟ الأستاذ رافد يحاسب يا فندم. ليه كده يا ابني؟ ده احنا حتى اسعارنا ارخص من بره بكتير. يا بابا اللي انت بتقوله ده مفيش حد في الدنيا بيعمل كده، ده بيتي يا جدعان. طب ما اخوك مادة هو مش معترض ولا ايه يا مادة؟ دادا مادة. طيب وايه رأي حضرتك يا فندم في إدارة المكان؟ ماما مادة حبيب مامي شرفتني يا فندم. يا سلام. ماما ماما. اي حبيبي. بقول لك القميص الازرق بتاعي فين اللي كان جوه؟ ثانيه واحده حضرتك يا فندم. حضرتك تنظيف ملابس زائد كوي قميص زائد تلميع حذاء يبقى الحساب 25 جنيه يا فندم. 25 جنيه؟ ليه؟ ايه ده؟ حد يقول لماما ليه يا فندم؟ اسف يا ست الكل. الفلوس بس اهم حاجه. اتفضلي يا ست الكل. شكرا جدا. ثانيه واحده يا فندم هجيبه لحضرتك حالا. شرفتني يا فندم. شكرا. بقول لك يا حسام. نعم. معاك رصيد؟ لا ما معيش. شوف مع الواد مادة. مادة ميدو مادة 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 مادة. ما تجيب الموبايل بتاعك كده شوف حاجة. اجل عاد انت اقول عب فيديو. بتكلم وباكل ببلاش. حبيب مامي. مادة اديك كيكة يا حبيبي بول بتشي بيبي يلا عشان تكبر وتنفعنا احنا بنربي زبون.